مساء الخير، شحالكم؟ ياك لباس، ياك الخير متتبعي وزوار قناة تنظيم وطبخ وتدبير تفرح من بنين. اليوم جيت بغيت نشترك معكم واحد المشكل كان عندي، كيشكل لي عائق كبير في الدار، وكان خطأ تقني من البداية، واللي هو الباب ديال الدوش. أعزكم الله، هاد الباب هذا ديال الدوش، في ملي كنت كنعدل الدار كان قال لي النجار راه كي لا عدلتي الدفة لا هي ماتت لا تنفتح لك كاملة، شفتوها؟ لا يحزها لافابو، خير فيك نديرها لك على برا، وانا ما نحمل الدفة على برا. وتوف بقى عندي هذاك المشكل رغم انه ما هو زين وخطأ تقني، وخليته توف لين جبرت الفكرة ديال اني نبدلو البي في سي. كيف شفتو هون جا المعلم ديال البي في سي، خاص بي في سي، هذا الراجل هذا معدل وخدمته زينه، مسائله زينه. ان شاء الله نشترك معكم داكشي اللي عدلت معاه ودرت معاه ان شاء الله الرحمن الرحيم. في شهر 10 نعدل معاه الكوزينه كامله، غنشتركها معكم، غنبدلها كامل. اول شي خطوه هون عدلها، قال على انه غادي يستغل هذاك الكادر ديال الجليج اللي شفتو نعدت لكم قبيل، اللي هي يستغلو ويعمرو بالبي في سي. اول خطوه قبض الشينيور وقلع هذاك الكادر الفوقاني ديال الخشب، ولا هي ركب عليه البي في سي. طفيلات راه كاين فرق بين البي في سي والالومنيوم. هذا المعدله انا البي في سي، البي في سي شنو هو؟ البلاستيك، الميكا، ما هو البي في سي اللي داخل فيه الالومنيوم داك الابيض ولا القهوي ولا هذا. بي في سي ميكا 100% ميكا من النوع الجيد. شفتو هون كرط هذاك الكادر كامل ديال العود، وحيد داك الحاشيه اللي كتكون ديال العود اللي كتدرك داك كتفيني ديك الحاشيه اللي بين الكادر ديال الدفه والجليج. ركب هون الكادر، شفتو هذا البلاصه هاي هما اللي حتى هي راه ولا يدرقها بالبي في سي ولا يبان كأن الباب ما قط عاد فيه العود. وهون استغليت الفرصه، كان اول خطوه كان اللي قال لي انه ليه يقلع الكادر كامل وغيخصني الجليج وغيخصني المعلم والسيمه والفينيسيون ولا غير ذلك. قلت له انا ما بغيت نكسر شي سوى شنو، واش كاين الحل؟ قال لي كاين الحل، نركب الكادر على الكادر يدرقو تماما. وفعلا داك الشيء اللي عدل شفتوها هو كيفيني ظريف. عقب منين نقلع هذاك الكادر ديال الخشب من الفوق ونجر داك الثاني باش تفينا معاه البي في سي، ها هو دراك كيفيني. شفتو الكادر دراك مات لبين ديال العود وغيكمل فينيسيون ديالو. الحقيقه البي في سي ما ندمت عليه علاش درتو، والديكوراسيون ديال الباب اي سيده دير الديكوراسيون اللي بغات. انا قلت له خلي لي واحد شويه ديال الضوء على حساب ان الدوش عزكم الله عندي صغير حتى وما فيه الضوء، ورسائيت اني نعدل فيه واحد شويه ديال الضوء بورسيكاسو على حساب يعد الضوء طافي ولا شي يعد دخل الضوء من برا. هون كيعدل هذه الكولة اللي كتفيني الكادر، شفتو الكادر كيفاش عدلو؟ والحقيقة ما ندمتش عليه، جاني اصوغتي مع الدوش، لان الدوش عندي فيه الابيض والقهوي وهو قهوي ماغون داكن كيف شفتو. ها هو مين يعدل شفتو لهنا هون لهنا نفتح لكم، رغم ان هذا الفيديو الاخير صورته لاختي وقلت لها ديريه مستعرض وما ما 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 صورته تصوير صالح غير معليش. شفتوا هذه الدفه، هذه الدفه عدلها لي هي واحد الحاشيه ديال المرايه، راكم اللي تشوفوها دريك. شفتوا الدفه دريك عاد كتفتح كامل، الا ما فتحتها هي كتنفتح كامل. تهنيت من داك المشكل ديال الدفه كل ساعه مخبوطه مع لافابو. شفتو الفينيسيون بحالاش دايره زينه ما شاء الله. وعدلت عنده شراج مولي بدون هرس، ماشي الشراج، عدلت عنده ريدوات ديال الالومنيوم. مزلت نشتركهم معكم بالضو، كيطلعوا يقضوا بالضو بلا ما نحفر بلا ما حتى شي حاجه. داكشي كان زين تبارك الله وثمن مناسب. عدلت هيك الحاشيه ديال المرايه، وعدلت ذاك الفوق باش نستف فيه لي باندوش وهاد المسائل ديال الدوش. هذا الشيء كامل عدلته ب 2500 درهم، داخل فيها واحد جوج طاجيرات، واحده تحت المرايه على حساب لي دونتيفريس والمسائل الخاصه بالدوش عزكم الله. واحد طبقه الفوق راكم اللي تشوفوها دريك، درتها عدلتها على حساب لي باندوش وعلى حساب الماتيريال اللي كنحتاج في الدوش. شفتوا الدفه هون كيف قلت لكم عاد كتنفتح مزيان، ما طلع عندها مشكل ديال داك المشكل ديال سمو ما طلع كاين. كيف قلت لكم على ان البي في سي ما هو كيف اغلى ثمنا من الالومنيوم، ولا هو كيفو بلاستيك، هو كامل ميكا، ميكا فورسي، ميكا ماركه نمره واحد.
لي هذا لونسومبل كامل تكون طلع لي ب 2500 درهم، وما ندمت عليه الحقيقه، لاني تهنيت من ذاك الحفير وذاك المشكل ديال هرس من هون ورقم من هون الى غير ذلك، وعدلوا لي في ظرف 24 ساعه ما تعطل الحمد لله. وقتنا ديال اليوم كنشكركم على حسن المتابعه، وكنحني ملاحظاتكم وتعاليقكم وانتقاداتكم البناءه بفارغ الصبر، واني بكم راني نجاوبكم، واللي ما جاوبتها تسمح لي راه لا خطا او سهو او شيء ما هو عن قصد، وان شاء الله الرحمن الرحيم نحاول نجاوبكم كاملات واحده واحده. وراني نخليكم في صندوق الوصف التليفون ديال هذا المعلم هذا اللي قلت لكم عنه جديد وطارف العيون، وخدمته زينه، كان خدام مع شركه كبيره في داخل المغرب، وجاو عدى المشروع يلا بادي مشروعه. كيف قلت لكم غنشترك معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم شراج عدلت معاه الردوات. واني بكم الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنسوني في الاشتراك والضغط على زر الاعجاب ليصل الى اكبر عدد ممكن، واني بكم الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.